كره امريكا اللاتينيه الممتعه وتحديدا كره اوروجواي هتكون موضوع الفيديو كونفرنس النهارده. هيكون معانا خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب اوروجواي. طبعا بنرحب بيك في البدايه على شاشه النادي الاهلي وبنشكرك على وجودك وعلى وقتك معانا. شكرا. هو سعيد جدا طبعا بوجوده معانا. سعيد جدا بتواصله مع اي مكان داخل مصر. هو سعيد جدا بمعرفته بكل المصريين اللي تقابل معهم وهذا وما يقوله هذا هو يعني من صميم معرفته بالمصريين. طيب خليني ابدا مع حضرتك باثنين من اهم وابرز المهاجمين في الفترة الأخيرة من أوروجواي اللي بيلعبوا في أوروبا، لويس سواريز وكافاني، إديسون كافاني. الحقيقة الاثنين لفترات طويلة جدا تألقوا مع اثنين من أقوى الأندية الأوروبية، سواء سواريز مع برشلونة أو كافاني مع باريس سان جيرمان. لكن في الفترة الأخيرة حصل توتر في العلاقات، سواريز مع كومان وكانت النتيجة انتقاله لأتلتيكو مدريد، وكافاني يعني ما استمرش مع بي إس جي واضطر الانتقال لمانشستر يونايتد. بتشوف ازاي انتقال بدايه سواريز لاتلتيكو مدريد، وهل اخطا كومان في التفريط في موهبه وفي لاعب مؤثر بحجم سواريز؟ يعتقد أنه في المقام الأول كل ما جرى داخل نادي برشلونة وما يعرفه أكثر هم بداخل النادي، ولكن يصل إلى وصل اللاعب في تلك المرحلة إلى نقطة يكاد يكون غير مستعد للبقاء أكثر من ذلك. وبالنسبة وبالنسبه للمدرب كومان كانت هناك امور ربما تكون اكثر من امكانياته الشخصيه، وداخل كل هذا كان على سواريز في هذه المرحله ان يترك نادي برشلونه ويتوجه الى وكان غير سعيد في تلك المرحله، لم يكن سعيدا بالقدر الكافي، فلذا فكر جيدا في الرحيل عن برشلونه في ذلك الوقت. وراي سواريز وانتقاله لاتلتيكو دي مدريد كان قرار جيد بالنسبه له، وهذا هو ما يراه بالنسبة للويس سواريز. على الرغم من تمسكه ومحاولة استمراره في برشلونة، إلا أنه فيما يبدو أنه انتقاله لأتلتيكو مدريد كان فرصة كبيرة جدا لسواريز عشان يستعيد نفسه ويستعيد مستواه مرة تانية. يعني كان من الممكن أنه سواريز لو بقى في برشلونة ما كانش قدم نفس المستويات أو كان ليه نفس المردود زي اللي بيحصل مع أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي. هو بالفعل كذلك بالنسبة لسواريز، مستواه في داخل أتلتيكو أفضل بكثير مما كان عليه في برشلونة. طيب أروح لإديسون كافاني اللي يمكن انتقاله لمانشستر يونايتد يعني مريح بالنسبة لعشاق المان يونايتد بشكل كبير. مهاجم خطير، مهاجم بارع، قدم مستويات أكثر من رائعة ومواسم طويلة جدا ناجحة مع بي اس جي. بداياته كانت موفقه الى حد كبير لغايه لما سمعنا بعض التقارير عن توتر العلاقه بينه وبين مانشستر يونايتد. تصريحات لوالده بتقول انه كافاني عنده الرغبه في الانتقال، ترك الدوري الانجليزي وترك المان يونايتد واللعب لصالح بوكا جونيورز الارجنتيني. ليس لديه معرفه كامله
بهذا الأمر. هناك بعض الأخبار التي تؤكد ذلك والأخبار أخرى تنفي الأمر تماما. ومثلما قال عن سواريز قبل ذلك، وإنها رغبة اللاعب، وأينما يكون سعيدا يجب أن يكون. وهذا هو ما يمكن أن يقوله في حالة هذا اللاعب. إنها أمور متغيرات من مكان إلى آخر، المهم أن يكون سعيدا. بالنسبة لكرة القدم الأوروبية لها مميزات خاصة، ويعتقد أن الأمور من الممكن أن تكون كذلك بالنسبة لأي لاعب أوروبي، فله حرية الانتقال من نادي إلى آخر. ربما يكون هناك اختلاف بعض الشيء عن آسيا وأفريقيا بالنسبة لانتقال اللاعبين، ولكن في أوروبا الوضع يكاد يكون مختلف في حرية الانتقال بشكل كبير. من وجهة نظرك، وانت يمكن توليت تدريب المنتخب منتخب أوروغواي في فترات سابقة، ايه هي فرصه في كوبا أمريكا البطولة اللي جاية؟ يعتقد أن هناك فرصة جيدة. من أوروغواي لها إمكانيات كبيرة في اللاعبين، وخاصة في آخر 10 سنوات قدمت العديد من اللاعبين المتميزين. وهذا ما يظن أن يكون في المستقبل بالنسبة لمنتخب أوروغواي. وعندها مشروع طيب بالنسبة لإعداد منتخب متميز ومتفوق، وعندهم رؤية ربما تمتد إلى 15 عاما في المستقبل تعتمد على الاختيار الأفضل للمنتخب البلاد. ويعتقد تماما أن عندهم كل الإمكانيات المسخرة لخدمة المنتخب لتحقيق هذا الهدف. ولذلك يجب أن ننظر إلى الأمر هكذا. بالنسبة لكأس كوبا أمريكا هي نقطة انطلاق بالنسبة للمنتخب الأوروغواني. سينيور خورخي، خليني أسألك كمان على بمناسبة، أنا يعني أعرف أنه عندك تجربة في التدريب في بعض الأندية العربية، من وجهة نظرك إيه فرص احتراف اللعيبة في أوروغواي في الأندية العربية سواء في المنطقة العربية أو في أفريقيا؟ هل بترى أنها بيئة ممكن تكون جاذبة بالنسبة لهم، ولا التفضيل في المقام الأول بيكون للدوريات الأوروبية؟ يعني ربما يكون أجاب على هذا السؤال في سؤال سابق. في المقام الأول العالم العربي ليست كل الفرق على مستوى موحد، وربما يكون هناك منتخبات أفضل أو من بلد إلى آخر أو مصر بالنسبة للمنتخب المصري أو المنتخب السعودي، هناك اختلافات معينة على حسب إمكانيات كل منتخب. ولكن كل ما يراه أو رؤيته لهذا الأمر أن اللاعب العربي مهيئ تماما لأن يلعب في أي مكان في العالم. طيب أنا عشان وقتي خليني برضو أسألك على بعض التقارير الصحفية اللي تحدثت عن وجود مفاوضات مع حضرتك في فترة ما قبل مستر موسيماني لتولي مسؤولية تدريب النادي الأهلي. هل الأخبار دي كانت صحيحة، وهل من الممكن أنك أنت تفكر
انك انت تيجي للتدريب في المنطقه العربيه او تحديدا في مصر؟ كان له الشرف ان يكون على اتصال مع بعض المسؤولين من النادي الاهلي لتدريب الفريق الاول، وهذا حصل اكثر من مره. تحدث معه المدير المسؤول في ذلك الوقت، وآخر مرة ربما كان هناك تواصل بينه وبين إدارة النادي الأهلي في نوفمبر في ذلك الوقت، ولم يكن تكن الأمور أو الظروف مهيئة في ذلك الوقت لأن يعمل في تلك المرحلة، ربما كان بانشغالات معينة تخصه في ذلك الوقت، ولم تكن الأمور متعلقة بأمور مادية أو غير ذلك. ولكن عندما تكون اللحظة مناسبة ومتوافقة معه سيتخذ القرار، وشكرا لله أن الأمور ممكن أن تصل إلى اتفاق في أي لحظة في المستقبل. مستر خورخي، تابعت مونديال الأندية في نسخته الأخيرة، ويهمني اعرف رايك في المستوى اللي قدمه النادي الاهلي اذا كنت تابعت البطوله، وخصوصا انه حقق الميداليه البرونزيه على حساب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه. كان مستوى النادي الاهلي متميز جدا، متميز جدا في كأس العالم للأندية، واستحق الفوز بالمركز الثالث، وقدم عروض طيبة جدا، واللاعب المصري واللاعب الأفريقي بشكل عام هو لاعب مميز يمكنه يتحمل الكثير والكثير، والنادي الأهلي يمتلك فريق قوي متميز وعندهم سرعات متميزة وإمكانيات عالية، ويستطيع أن يقول يمكن أن يكون هذا المستوى موجود في كأس أمريكا وفي أي مكان في العالم، لديهم إمكانيات عالية. مستر او سينيور خورخي فوساتي، المدير الفني السابق لمنتخب اوروغواي، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه الاهلي في السادسه.